شركة Airbnb هذه الشركة المتخصصة بالتأجير قصير الأجل تخطو خطوة تقربها بشكل أكبر نحو الطرح العام الأولي. بحسب ما سمعناه من تقارير وتحاليل فإن الشركة قد تقوم بعملية الطرح العام الأولي أو IPO في شهر ديسمبر. الملفت بأنه هذا التوقيت هو توقيت صعب جدا، ليس فقط بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية، ولكن تداعيات كورونا على قطاع هو لديه تأثير كبير على أعمال Airbnb وهو قطاع السفر. بداية نحن نتحدث عن شركة تم تأسيسها في العام 2008، لديها أكثر من 5600 موظف، ويعني القيمة قد تصل لمستويات 18 مليار دولار، تتوزع في أكثر من 200 دولة وأكثر من 100,000 مدينة، تسعى لجمع ما يقارب من المليار دولار من خلال الإدراج في بورصة الناسداك. ولكن التأثيرات التي شهدناها على أعمال الشركة نتيجة فيروس كورونا كانت قوية، وخصوصا بما يتعلق بالنتائج المالية لهذه الشركة إن كان الأرباح أو حتى بما يتعلق بالإيرادات، الأمر الذي اضطر الشركة إلى عمل تخفيض كبير للنفقات. هذا التخفيض طبعا كان بشكل كبير على المصاريف الخاصة بالماركتينج أو التسويق، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التي اضطرت الشركة إلى التخلي عنها. نحن نتحدث طبعا عن يعني قامت بالتخلي عن آلاف الوظائف بسبب التداعيات الخاصة بفيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك وبسبب هذه التداعيات لجأت الشركة إلى الاقتراض، فقامت باقتراض أكثر من ملياري دولار كديون بفائدة مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام لدعم أعمال وتدفقات النقدية الخاصة بهذه الشركة. الطرح كما تم الحديث عنه سيكون بشهر ديسمبر. الشركة أعلنت عن ما يعرف بالبروسبكتس الخاص بها وأعلنت عن هذه الأرقام، ولكن على الرغم من هذه الضغوط التي تتعرض لها الشركة فهي تبقى من الأفضل في القطاع بشكل عام، قطاع السياحة والسفر. كما نلاحظ نحن نتحدث إذن عن تداعيات كورونا التي أثرت على قطاع السفر وبالتالي أثرت على أعمال الشركة، ولكن تبقى Airbnb كأداء من الأفضل أداء بالمقارنة مع بقية الشركات العاملة في هذا القطاع. لاحظوا طبعا موضوع التدفقات النقدية السنوية والذي تراجع في العام 2019 وتعرض حتى للمزيد من الضغوط في العام 2020، ولهذا لجأت الشركة لإصدار المزيد من الديون. بكل الأحوال سنبقى في متابعة لهذا الملف وتفاصيل هذا الطرح المرتقب.